مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك. التعليم شيء اساسي جدا في حياتنا، ولولا التعليم ما كنا اليوم عايشين على هالدنيا، كل واحد فينا في مرتبته او في عمله او في النشاط اللي يشتغل فيه. والتعليم من اهم العناصر اللي في بلدنا، لازم نركزوا عليها. اليوم حنزلوا بكم لي احد مدارس مدينه جدابيه، حناخذ راي المدرسين وراي الاداره وراي الطلبه في التعليم. هل في نواقص؟ هل ان في مشاكل عندهم؟ هل التعليم في جدابيه ماشي باحسن ما يكون؟ الراي الاول والاخير اذا المواطنين كيف هم قالوا توه. مدرستنا ترحب بكم، نحن ايضا نرحب بكم داخل مدينه جدابيه الحبيبه. مشاهدينا الكرام، بكم ومعاكم، وبسم الله نبدا حلقتنا من شنو رايك. والله الحمد لله، يعني رغم الصعاب اللي تواجهها مدينة جدابية ورغم التقصير الحاد في جميع الإمكانيات سواء كانت من الحالة التعليمية أو جميع القطاعات الأخرى، إلا أن التعليم الحمد لله بالكادر الموجود في قطاع التربية والتعليم على رأس الأستاذ الشريف يقوم بأقصى مجهود لإنجاح العملية التعليمية بقدر الإمكان. ولكن نحن نعاني فعلا من نقص من حيث المنهج، نقص من حيث طاقم التدريس. يعني تشوف نحن في مدرسة طالبات، مدرسة فاطمة الزهراء، عندنا نقص حاد، والنقص هذا إن شاء الله يتم توفيره بأسرع وقت، لأن نحن نبنو في جيل، الجيل هذا مش صعب أنك تبنيه بشخص أو اثنين أو ثلاثة. إن شاء الله نتمنى ربي يوفق الجميع بالذات في المسيرة التعليمية. يعني بالنسبة لمستوى الطالبات، أنتوا أنا سنة أولى ثانوي، تمام، مستوى الطالبات في الاستيعاب يعني هل سهل عندهم ولا صعب؟ والله بالنسبة لمستوى الاستيعاب متوقف على المدرس اللي يوصل في المعلومة. بدأت ان احنا تو طلعنا من الاعدادي للثانوي، فرق كبير طبعا في المنهج وفي المادة اللي نعطيها لهم. هو شيء طبيعي، يعني لما تنتقل الطالبة من مرحلة اعدادية الى المرحلة الثانوية تختلف عندها جميع المعايير، من حيث المعلمين، من حيث المنهج، من حيث الوسط اللي هي كانت عايشة فيه خلال فترة الدراسة الاعدادية الى الدراسة الثانوية. لكن اللي لاحظت انا بالنسبة للصف الاول ثانوي ما فيش اختلاف كبير يعني بالنسبة لمستوى الاستيعاب، نظرا لان الطالبات الاغلبية منهم تقديرهم امتياز ما شاء الله تبارك الله، وعملية توصيل المعلومة سهلة بالنسبة لهم ويفهمن بسرعة كبيرة جدا يعني ما شاء الله. ما شاء الله. بالنسبة يعني الشيء اللي يشكو منه الطالبات هنا في مدرسة مثلا، من شكوتهن شنو؟ والله هن الشكوى ما فيش بشكل محدد يعني شكوى معينة. سمع انتوا كده طبعا كمدرسين تدو يجانكم الأخبار ان الطالب يشكي من شيء فلاني؟ والله الشكوى دائما تكون من سوء المعاملة من بعض معلمات وليس من منهج مثلا، او ان هذه حاجه صعبه او هذه حاجه واعره سهله. الوعر والسهل طبعا نحن عندنا ما فيش كلام سهل والوعر، يعني لان طالبه اجتازت مرحله الاعدادي ودخلت الثانوي، اذا هي جديره انها تفهم وانها تستوعب اي موضوع جاي. بالاضافه الى ان المنهج طبعا مدرس ماده فيزياء في الصف الاول خطبنا توجيه على اساس ان نديروا مذكرة نغيروا فيها طريقة الأسلوب السنغافوري اللي موجود عندنا تو. تهدوه شوية يعني. نهدوه، يا ريت. موضوعنا نحن شنو؟ المنهج بتاعنا الأولي أفضل، كان مستوى على مستوى شمال أفريقيا. لكن المنهج السنغافوري هذا منهج مش لنا أساساً يعني، وإذا كان لنا ضروري توفر معاه معامل 70%. إمكانيات كبيرة جدا باش تقدر توصل به معلومة. باش نقدر نوصل به المعلومة. هو في فترة في زمان كان التعليم متدهور أكثريته في جدابية، لكن توا كان قاعد التعليم متقدم حتى على المدارس الأخرى. وبالنسبة للمدرسة وبالإدارة أنا بقول حاجة، زمان فاطمة الزهراء ما كانتش محسوبة بصراحة، من يوم ما جانا الأستاذ عبد الله وكان الانضباط ماشي يعني بشكل مش طبيعي، حتى اللي بيطلع عن طوره وبيدير شيء كان يحسب له فيه مليون ألف حساب. شو الفرق بين زمان وتوا؟ أنا كمان اليوم سمعت هواجس، شو الفرق ما بين الإدارة الأولى؟ زمان كان كل حد ماشي عليه هوا، بتجي تقرا تعال اقرا، غبت ما حد يدورك، جيت تأخير خش ما تدورش. لكن توا يعني حتى بضرب جيت تأخير تحسب حساب أستاذ عبد الله قدامك، فكان الانضباط توا يعني أكثر من قبل. زمان كانت يعني من مدير المدرسة أو من طاقم التدريس أو منها كل يعني ما كانش يعني كان مدير شاد، كانوا حتى المعلمات شادات، لكن توا لأن أستاذ عبد الله يمشي كل يعني كيف على سير واحد، لأن توا كلهم شادين درجة حتى إحنا قعدنا شنو؟ شدين معاه. شدين الكلام حاليا معي الأستاذة آمنة عبد الكريم، هي مساعد المدير في مدرسة فاطمة الزهراء. أستاذة آمنة، بديت نقول لك موفق، ربي يعطيك الصحة. تسلم، بارك الله فيك، وأنستونا وشرفتونا بزيارتكم. الله، كيف شايفة قطاع التعليم داخل مدينة جدة؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لقطاع التعليم طبعا في جدابية نقدر نقول لك أنه هو القطاع الوحيد اللي يشتغل في جدابية،
ضمن القطاعات موجودة في المدينة هو القطاع الوحيد اللي يشتغل، وهو اللي فيه عمل وفيه زخم وفيه تطور إلى حد ما بالنسبة للقطاع التربية والتعليم. تمام. كوزارة التعليم أو كمكتب التعليم في جدابية، هل مقدم خدمات الكم كإدارة مدارس بصفة عامة أو في مثلا نقص منها؟ لا أكيد هم مش مقصرين في حدود جهدهم، يعني نقول لك طبعا أنت عارف الترتيبات اللي سيرت توا والأمور اللي سيرت توا هذه كلها، طبعا عكسها يجي على القطاعات وعلى المواطن وعلى الأمور الخدمية كلها، عكس الأمور اللي سيرت توا عكسها يجي على الأمور الخدمية اللي هي للناس، من ضمنها طبعا التعليم، ما في استطاعتهم واللي في جهدهم وكذا، والله مش مقصرين معنا بصراحة، يعني يكفي انهم هم في عندهم احتواء للمدارس، عرفت يعني اي طارئ في اي مدرسة تلقاهم موجودين على طول، اي مناسبة في مدرسة تلقاهم موجودين. السيد منسق القطاع نوجه له التحية طبعا، حتى هو يعني دائما متواجد، وانا نشوف يعني في فترات سابقة، وانا يعني لي 32 سنة في التعليم، في سنوات سابقة تلقى المسؤول مثلا في القطاع يبعث حد، يعني ما يجيش هو بروحه، ما يتنازلش هو يجي حاليا يجو يجي يبعث حد ويقول له والله عدي مثلا غطي الموضوع اللي سير وكذا وكي، لكن هو ما تشوفهاش مرات، ما تشوفهاش بكل يعني، لكن توه هو متواجد معنا باستمرار. والله مستوى عالي، مستوى كويس، اهتمام فيه تفرق عن مدارس اخرى في بواج. هو اليوم ما شاء الله يعني شفنا الفصل لا هو زحمه ولا هو فاضي، تمام. المدرس او المدرس لما يشرحوا الاستيعاب يجيك ولا في صعوبه شوي؟ لا تمام ما شاء الله عليهم، مدرسين قادرين كلهم الاغلبيه يعني. والاداره؟ لا اداره ما شاء الله عليها. ما تخافش، هو المدير مش قادر معنا. مش قصه شكر كيف وجوهم، بس يعني حاجه نشوفوا فيها واقع يعني استيعاب كم يعني كويس واضح ما ممتاز بك. شنو الحاجه اللي تعانوا منها في المدرسه او مثلا في مستوى التعليم بصفه عامه في جدابي؟ رياضيات مأساة. هي مأساة عندنا كلنا صراحه الرياضيات، يعني شنو فيها يعني، هل صعوبه في المنهج ولا صعوبه في المنهج ثقيل شوي، مدرس واعر ولا ما يوصلش المعلومه، نتشدد شوية ممكن تضغط علينا عشان تحسن مستوانا، بس ما فيش فايدة. وصلتوا عند مستوى معين ووقفتوا خلاص؟ وقفنا خلاص. غير 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 مادة الرياضيات هنا كالمدرسة مثلا كإدارة كمدرسين المبنى بروحه، شنو الحاجة مثلا اللي فيها نواقص عندك في المدرسة؟ تمام كتدريس يعني كمدرسة تمام بكل، بس مبنى أكيد شوف بروحك وضع البيت شوف به الامن والامان قدام باب المدرسه، يعني هل في مثلا مستوى عالي جدا يعني ما شاء الله يعني حق يعني حتى اهلنا ما يخافوش علينا بعدين في المدرسه. شو تقولي اليوم كلمه لكل مدرسين وكل من قدم النادي اليوم؟ والله نشكرهم بصراحه، انا من اول ما خشيت ثالثه ثانوي صح شد وضغط، بس ما شاء الله يعني حيطلعوا مني شيء ممتاز بك ان شاء الله. التوفيق، هذه شهاده وان شاء الله نجوكم السنه الجايه كلهم في الجامعه. تخش الجامعة ولا خلاص تكمل؟ لا جامعة أكيد. توفيق إن شاء الله. والله المسيرة التعليمية ماشية يعني بشكل تمام، وأمور يعني الحمد لله. في بعض صح صار بعض المشاكل هيك من بعض المدن، إنه في مدن ما داروش بك أصلاً امتحانات فترة أولى، في من نقص صار عندهم، لكن بالنسبة لمدينة جدابية الحمد لله والأمور ماشية تمام. احنا في المدرسه مستوى التعليم احنا تو احنا في حصه انجليزي بدي كده في الكيمياء، فشفنا ما شاء الله يعني الطالبات كلها منتبهات والمدرس ما شاء الله عليه يعطي، هل في نقص من المدرسين في مسيرتهم اللي قدموا فيها الكم؟ بالعكس يعني لو انه صار نقص حيكون من الطالبات، بالنسبه للمدرسات يعني ما شاء الله تمام ومش مقصرات في حقنا. احنا نقولش كده في الوجه قريبة مش قدامنا. لا لا بالعكس والله تمام، يعني كل بصراحه يعطن اكثر من المجهود اللي هن المفروض اصلا يعطنا. في كل عمل ضروري فيه جوانب سلبية وإيجابية، لكن الحمد لله نحن منذ تولينا إدارة مسجد فاطمة الزهراء في 28/2/2016 ونحن راضيين. لكن سنة تو سنة سنة وشهرين سلمك، راضيين على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة رضا شبه كامل، نقول لك قايمين بعملهم، متجاوبين مع الإدارة، في تفاهم، في تعاون، نحن
قبل كل شيء نقدمه في رسالة، ورسالة هذه الأهم فيها هو الطالب. إحنا نبنوا في جيل ممكن يكون خير منا لليبيا في الأيام الجاية. هل هم أعضاء هيئة التدريس عندك من جنسين ولا كلهم طبعاً نساء؟ طبعاً هي المدرسة كطلبة بنات، لكن كأعضاء هيئة التدريس طبعاً فيه مدرسين ذكور ومدرسات. الطالبات إحنا عارفنا الطالب مهما الديلة لازم يقربك، ومهما قدم له لازم يجي فترة ما يوصلهاش المعلومة. كمستوى عام للطالبات وحاليا هنا في المدرسة ثانوية، الثانوية هي في نقلة كبيرة من الإعدادي للثانوي، تمام؟ بالنسبة للعقول سنة أولى حتكون عقول غير، إنه هو كان إحنا كيف نقول بالعامي كان عيل صغير تو خش الثانوية حس روح أنه قاعد شنو إنسان بالغ. والجماعة الثانوية اللي سنة ثالثة بيطلع لك من الثانوية بيخش على الجامعة، فحس إنه خلاص تو تم إنسان كامل وكمل لله. مستوى الطلبة من ناحية الدراسة ومن ناحية التعامل معهم. والله هو طبعا في الصف الاول زي ما قلت لك يا استاذ محمد، هي نقله طالب من مرحله الاعداديه لمرحله الثانويه، في تغيير طبعا عديد في المناهج، فيه المواضيع تكون بتوسع في الدروس، يعني نقله هي، وبزياده نقله العمريه زي قلت انت، يعني مرحله السن انتقل، يعني حتى ينظر في روحه انه في مرحله ثانويه يجب ان يعامل معامله خاصه. لكن انا نحكي لك على مستوى طالبات، انا عندنا تعامل مع الطالبات بأنهن مستواهن يعني الحمد لله، يعني مدرسة فاطمة الزهراء دائما في تفوق، يعني حتى قبل ما أكون أنا مديرها مدرسة فاطمة الزهراء من المدارس اللي في جدابية لها تاريخ واسم صرح يعني تعليمي. لكن نحن نتعامل معهن بالسن وبالطريقة اللي هي تكون مساعدة للعملية الدراسية، لأنك أنت الطالب أي تعامل ما يأثر على العملية الدراسية بتاعه. ف يعني نقولوا مستواهم الطلبة اللي عندنا أو الطالبات اللي عندنا مستواهم يعني فوق جيد جدا، فوق لا فوق جيد جدا. ونحن السنة اللي فاتت حصلنا ترتيب متقدمة في الشهادة على مستوى وزارة التعليم الترتيب الثالث، وحصلنا على جدابية ثلاث ترتيب منهم الأول والخامس والتاسع في الشهادة العلمي في قسم علمي. يعني نحن الحمد لله الطالبات اللي عندنا حتى قبولنا السنة في سنة أولى كان 70% من الطالبات بين تقدير ممتاز وجيد جدا. يا كرام، وصلنا بكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج من رأيك من داخل مدرسة فاطمة الزهراء بمدينة جدابية. شفنا اليوم وخذنا رأي الطالبات، رأي الإدارة، رأي المدرسة عن التعليم داخل هالمدينة الحبيبة. سمعنا كلمة أستاذ عبد الله مدير المدرسة، سمعنا كلمة نائب المدير، وسمعنا آراء الطالبات واللي قال لنا عن إمكانيات التعليم، عن نقص التعليم، عن شكرهم لكل من قدم يد العون لكل طالباتنا اليوم. أتمنى اليوم الصورة تكون وصلت لكل من هو يشوف فينا عبر اللي بيحدث، ودائما كما قلنا لكم قاتل بحدث هي صوت الجميع. وفق الله الجميع، وفق الله كل العاملين بقطاع التعليم داخل مدينة جدابية. في الختام ما كملنا غير سلام، حفظ الله ليبيا، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.